الحضور ديالي في موازين واحد الحضور قوي كما كتلاحظوا هذه السنه هذه. شنقول لك غنمشيو ان شاء الله غادي نكبشوها، كاين بيبليك حافظ وكيتسناوني بشراسه، دونك غادي نمشيو غادي نكبشوها ديال بصح. بيس اند لوف. الجديد هو واحد تيت رسميتو اوكي بيبي، ومن بعد هذا الشيء غادي يخرج الالبوم ان شاء الله مليار. لا ما صيفط لي حتى شي واحد شي حاجه ولا دعيه لديك الرسميات اصاحبي. موازين هذا الشيء نقي وزوين، غادي تلوثوا بهذ الاسماء هذو اصاحبي. لا خلي داك الشيء مزيان، داك الشيء على حساب الفيلين، كلهم تيديروا موسيقى، مي اللي غادي نعزل هي اللي غادي تكون رشقات لي عليها في هذاك الوقت اللي غنبغيو نديروا فيه الفيتشرينغ، ماشي دابا. والله ما نكذب عليك، كنت مركز على الكونتوني اكثر من الطريقه، كنت كنسمع الاجوبه والاسئله، زعما ما لاحظت حتى شي حاجه، نورمال كتجاوب نورمال. انا غنبدا نهضر على الطبيعه والمحركات وداك الشيء. علاش بغيت انا دروك نهضر على الواقع المعاش، ولكن انا ما تنهضرش على المخدرات. انا تقريبا نقول لك تنهضر على لي رولا العلاقات اكثر من المخدرات وداك الشيء. لا هي الصراحه ندمت على ديك الهضره، حتى يقول لك اذكر اموالكم بالخير، وهذوك الناس بالنسبه لي ماشوا، دونك الله يرحمهم وصافي. كما قلت في الانترفيو اللي سبق، غنختار فرنش مونتانا بويسكو ولد بلادي وكيبريزونتي المغرب. اي حاجه، اي حاجه فيها البوزيتيف والنيجاتيف، واي حاجه فيها لي فروي وفيها لي زانكونفينيون. انا عندي حب الله عز وجل، حب الوالدين، حب المال، حب بزاف ديال العيبات. باقي عازب يا الصراحه، عشان علاش باقي عازب؟ حيت مازال ما تزوجتش.